حبايب القلب بالغوالي فيديو جديد صار يوم من صورته يمكن ما اتذكر شنو الاحداث الاحداث مالته حتى ما اتذكر حتى شو اسولف لكم. المهم هو يومياتنا اخوان قبل لا تشوفونا هذا الانستا اشتركوا لنا به وبنفس الوقت هالفيديوهات ان شاء الله راح تصير من 20 دقيقة ل 15 جاي اتعب المونتاج اخوان وقت ما عندي فمن ال 15 لل 20 بهالحدود هاي وجوه يعني اتمنى هذا الشيء ما يضوجكم لان جماعة الوقت الطويل اشوفهم هواي يعلقون يردون وقت طويل. اخوان اللايكات وصلت 1000 ووقفت فصعدوهن بيكم ما تضغطوا اللايك يعني ما تخسرون شيء اخوان لانه هذا اللايك راح يطلع القناة وتجينا ناس اكثر واكثر وهو اليوتيوب شنو الفائدة منه اذا ثبت ما بي تفاعل. فسووا لنا واس اخوان لا تقصرون لايك واشتراك وفعل زر الجرس خليكم الفيديو راح يعجبكم ان شاء الله. صبحكم الله بخير الغوالي شوفوا اللي جاو بعد اخوان هسه اقدر اقول بدا الموسم عندي رسمي اليوم 20 بشهر العاشر يعني راح اعزم شهر 11 يلا هاولك سمبول شوك تخلف سمبول شوفوا لي اخوان قايم شلبي تحولت خفاش هاي هذا الفرق شوفوا اخوان هذا مستأكدت انه امه هي اللي جاي تملح لي وهاي الطيرة ناصحة وياي وما بيها اي مشاكل واكثر طيرة منتجة يمي بس ما اعرف هاي السنة شنطيتها استراحة هاي هي اول وحدة بهاولها انجليزية بطلة ما اعرف والله يعني شي جاها انطقت عين ما اعرف عايف لحد ما ينفطم يلا اخرى لان شو اسوي هسه لا اقدر انزقه يعني انا مو فارق حتى الزق ونقول الله كريم هاي النثي هم اريد اشوفها والله اليوم اشوف المخرج ماله خلنا نشوفها اخر مسة خلا غير ماي للطيور هسه لا غير الماي لان بين اكيد يعني البيض وما بيض هاي سوالف تعالوا نخسرج بسم الله تعتاي المخرج ما شاء الله اخوان خلود وفرجالك هاي اخوان شوفوها بسم الله ما شاء الله يعني نظيف الساعة طرجليها عليه نظيف كل شي ما بيه بعد شان لازق بيه هنا البراز وهذاك هو ذا شوفوني هذا طبيعي صار وعوله ناكي يدلوف اكثر شيء كان اخضر لازق بيه بالبداية هذا بالبداية شوفوه هذا اخضر يبقى لازق بيه بعدين لا غير شكله وصار طبيعي ارجعه احطه يطير لا ما احطه اخوان بعد وقت بعد وقت بعد بيه ثلاث ايام يلا ارجعه احطه يطير اليوم استراحة وارجع بعد يومين همطي شوفكم سمبول اخوان هم ارجع واقول على جماعة الكوكتيل اليف يا ولي ترى عندنا كوكتيل اليف كل ساعة واحد معلق جيب لنا كوكتيل اليف جيب لنا كوكتيل اليف طلعوا من قلبكم تجون لي انتم شنو وضعي هذا شنو هذا كل ساعة نقول لكم احنا شوفوا لي السمانات هذول لجماعة السمان شوفوا الجمال جزاك الله خير يا حيدر على هذا الجمال يا ولد شكرونا من حيدر يعني هداها لنا هنا والفحل فحل وين الفحل بيش جهه بس وين بيض قاف شني حبايب القلب شوفوا لي هذا البطل الاورنج هذا الاخر فيديو شوفتكم يا مزوج اثنين وملقحين كلهن الحلقة ضاقت على رجليه شوفوا اخوان وهسه رجله ما يحطها والحلقة ما تفتر اصلا وراح اخذ العيادة البيطرية هسه هذا حظي شوف ماكو فرصة للامراض تجيني سوالف الحلقات نحمد الله ونشكره راح افطر بيه جزاء ويمكن تحصل لي هناك ناس يعالجونه من الغوالي شوفوا افتريت كل البيطرة بالجزائر يم المواساة ما حصلت اي احد عنده حل هاي المشكلة لقيت هذا الولد جزاه الله خير جزاء يشتغل بي ستور بشارع الجزائر اخوان مصلح موبايلات هو الحلالية انا ورطت الولد مليان انسان يلا يستر عليه فبهاي الكوسرة والله تعبنا تعبت الولد انا وتعبنا الطيرة فان شاء الله بعد ما بقى شيء هسه اكمله وارجع لكم الولد بايستور شو اسمك؟ وسام وسام بايستور تعالوا ورطوا والله بشارع الجزائر لان شغله انسانيه مو شغلته لان ذول البيطره بايسكلات مع احترامهم حتى لو يسمعوني الله وكيلكم بايسكلات بس غط اعطيك علاج ودروا شاهي
جزاك الله خير الجزاء اخوان. شوفوا والله العظيم فد عمليه الولد يعني مصلح موبايلات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يعني ما مواجهت اي حاله وشوفوا شلون بسم الله ما شاء الله كل جروح بسيطه. جزاك الله خير الجزاء يا وسام، نقضت لك نفس هسه انت بميزان عملك ان شاء الله. اخوان مثل ما قلت لكم بيستور ورطوا. شوفوا للطير اخوان شلون مردت روح خطيه. يا ابو وسع دواجبات يقوف ساعة كاملة نبرد بيها برد هاي الرد شو اسمه الحلقة قوية بشكل. تعال شلون حتى زورقت ساعة وربع واحنا نبرد بيها لحد ما يعني خففناها الحلقة. يلا انشلعت هاي اخوان شبعتها بهاي نصارة. شوف قطيعها دمر من زورقة بس ان شاء الله خلص عدى مرحلة الخطر. الطير هذا الزاوج نتيتين قلت لكم فحل انجليزي كلش قوي ما شاء الله. وهاي اول مره تواجهني هيك مشكله الحلقات اللي هي 2.5 ملم اول حلقات جبتهن. الطير هذا اول انتاج كان عندي. يلا روح لك الحريه. هاي رجله ياخذها يومين ثلاثه هيك يلا يعني يرتب وضعه. بس انهلك الطير خطي صارت 3 ساعات لا ماكل ولا شيء بس شربته ماي. هاي الحلقات قلت لكم اول ما جبتهن لاني 2.5 ملم ملي مدري سنتي ما اعرف شيء بس هاي البقيه كلها ثلاثه. وهاي اول مشكله تصير عندي هيك يعني ما اعرف شو اقول لكم ما صار عندي مشاكل. بابا شلون بروح على الماي. يلا هسه غير فك هذا الشفتيض تفضل. يلا هاي المشكله اللي واجهتني اسولف لكم عليها خاف تواجه لي واحد من عندكم. اخوان لا تروحوا لكم لاي دكتور بيطري هذول بالبصره بعدهم قمه البصره المركز مال البصره هذول كانهم افتريتهم. تقريبا وصلت 20 صيدليه ودكتور بيطري وفندقه وهاي السوالف عندهم وكل شيء عندهم. كلهم اقوى شيء عندهم مقص هذا زغيرون يقصون به ذيول مال بزازين وكلاب اجلكم الله. خرب انه قهر قهر يا الله يلا روح لقلي مو يمي هاي شغلات مو يمي شاي يمن يمن حداد غير بيطرى انت ودنيا لا فالحين بالعلاج طيور كلها موتوها بايام العلاج انت اخذ منكم شنت غشيم مال الطيور بالبدايه. كل ساعة كومة علاج بس المهم يفكر شلون يسحب منك فلوس جيب جيب وتالي الطيور كلها ماتت. راس لو قال هاي وهذا الله ما قاسمه انت شنو تعرف الارزاق مالت الله شلون يقسمها وقلبه هيك طاق عليهم. كل واحد باختصاصه وما يشتغل اسال الله لا يوفقك ما دام انت باختصاصك ما تحب الطور اسال الله لا يوفقك ولا يرزقك ان شاء الله. خلف الله على اضمن النقالات يا وسام جزاك الله خير الجزاء. الولد حتى ما رقب عليه ياخذ فلوس بالله الكريم قال هاي لوجه الله. نصيحه شك واحد يتابعني اخوان اي واحد يقول لكم انا دكتور بيطري اشتغل بالبصره شو سويت؟ جرب زيج هيك من هذا طب البصمه مال هذا بالناصريه اذا تذكرون بيان ببجي. يا جماعه ببجي والله العظيم زيج كون طول بعرض. شوفوا الطير خطيه شوف لام راسه بس من قمت يلا تحرك لا فراسه وقاعد هناك تاذى تاذى بشكل خطيه. وصلت للكسر اخوان طلع دم من عنده وهاي وصلت للكسر كلش كل خطيه راح تنكسر رجله. لين هو بعد هذا السبيل الوحيد حتى نجو. يلا نتجاوز الوضعيه هاي اخذنا بيها وقت بس هاي كانت تجربه ونقلتها لكم بكل امانه ومصداقيه اخوان. غسلوا ايديكم من شكو دكتور بيطري خاصه بجماعه البصره. صبحكم الله بالخير اخوتي. طبعا امس هيك وقت بارد الجو وهو عالي وكلش كلش بارد فالساعة بالاربعة العصر انقلبت شرجية من هاي تريدونها ببالكم ام الدبق. شوفوا حتى القاع صارت من شلون مبللة هقد ما شرجية تقتل. انا قبل سويت فتحت الشباك وحولت البنكة من السبلت عليهم كالعادة وهذا سويت لهم حلبة. طبعا ما شلته من امس ذني شنو يشوفون وهاي شو تسوي الجو البصرة. خلنا نقدم الحين ما استطيرات ثاني ارجع لكم. هاي الطيور طبعا هاي اللي حق تصورهن شربن هن بس اكوبن بعد ما شربها الفحل اللي امس سويت حلقه مالته ذاك ما شاء الله على القفص. شوفوا اخوان ذاك اللي جاي يسلي والله مستقدم من امس
امس ما لقيته ما ادري وين راح. هاي رجلة ان شاء الله تاخذ الاربع ايام خمس ايام وترجع الطيب. واه يعني تفاجئ بيه لحد هسه شلون صارت حلقة ما ادري والله. على طار الحلقة اللي تشوفوها حلقة من فنجس اعتقد ما تشوفت الملكة طايحة من رجلة. افراخ المشجر هذا واحد وذاك واحد كبروا صاروا زلم. خلنا نروح نخلي الحلقة نرجعها الفخذ اذا اقدر احلقها يعني. طيب اخوان لقيتها طايحة منه رجعتها الي بطلعان الروح. يلا ارجع يا ابوي يا شاعر ارجع وخلي يا ابو امتي يلا الحين زايد على المزود يا يابس ابشر طلع فعلك مع ببتنك يا بشر ما اكل ما ياكلوا يا شيلو هيك ليش قافلين هذول اخر زود اللي هو الفحل الايزابيل مثل شايف حاجة سهلة تتذكرون تفهم العشي. هذا المسكين شوفوا شلون تاع العل فان هاف اورنج الطير العفو سبلت اورنج والسبلت كلش قوي ما شاء الله كثير بالعافية. حقيقة اخوان طلع من الموت الطير طلع من الموت قوية بشكل هاي الحلقات طلعت ما تعرفها يا شباب. كتر يقدر يعني كتر ما سيطر اقل حركة تطق رجل طيب تنكسر. نحمد الله ونشكره وان شاء الله ما تواجهنا هاي بعد السالفة الكتر الله. هاي نثيم مالت الجولدن اخوان صار جناحها تمام ظلت تطير كلش عالي يعني زين ما رجعت للقفص. اللي يسأل عن نثيم مالت الجولدن صديقنا شمر البيض مال الشفتات نسيت اشمرهم. طريق ايش هلا 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 سريعة صايرة متطورة ما ندري بيش يابي. اشوف البيضات ذني بكة الله شادات نقول واحدة شادة نص واحدة طلعت وين وديت الفرخ بس اعرف وين ودني ما لقيتها بعد. خلنا نفحص المياه كم مكسرها اخوان راحت بيها وين ما بيضت وهاي هاي وحدة ما شادة الى الارضية وهذي طلعت لها باعوني باعون فد فضوليين شوف شوف هذول اثنين هم اثنين هم نايتين بيضاتكم راح اكسرهم على مود تتلقحون من جديد حيوانات هاي اثنين هم ما بيهم شي هسه عشهم فرع اخوان حساب حطكم بختكم الفرخ فلشتوه هذا رجع طبيعي هيك شلون كانوا مسوينه هيك يلا عاد من تلقين بيضات شو عسلميلي شايل ذكاء بس الله يدري بي هذا الطير. اكثر شيء مفرحنا هذول المخاليف اللي مبيضين لقيتهم اربعة طبعا هذول زوج اخوان ثلاث زواج بايعهم انا كل ولد من الولد اللي يتابعوني يراسلونك وبعد ما منتجات عندهم اخوان بس وفروا له ظروف ترى ذن نفس العمر هن وياهن اخوانهم ايزابيلات اللي بعت الفحل ايزابيل والنثيا فاون اذا تذكرون جماعه المدينه وبعد نسيت الثاني ما ادري وين يراسلون يقولون بعد ما منتجات هسه هذا اخوهم ولا انتج هسه اربع بيضات شفتوا
بس وفروا لهم جو صحيح اخوان. مالتس شلون صايره اليوم؟ يعني ان شاء الله بالعلاج يصير زين يطير. شوفوا لي الاورنج، باعوا لي الصبغه مات الاورنج، اللي يعرفون بالتصنيف يعرفون شنو قيمة الطير. مرد افتح جناحه واشوفكم الكثافة مالت السبلت مال الاورنج بي، يعني طير باعوا له متعدد اخطية. فهسه سويت اخوان هذا الملح وماي، ملح كلش ماي خلوه كلش مالح، ونقعوا رجله بيه يساعد على بناء شنو بناء، يساعد على بناء الاوعية وشعيرات الدموية كلش ضروري يعني، وتشوفون نتائجه قوية. فسنقعها بالماء والملح فد 5 دقائق هيك حد ما تفتح، وبعدين بالعصارة هاي اللي اشوفكم اياها الزرقاء سايم كلين، بعدين اكمل واشوفكم اياها بهالطريقة اخوان. هالطريقة تخلون نقع شوي، يعني انا زاوية التصوير مو كلش واضحة عندي، المهم يبقى منقع شوي لحد ما تتشبع بالماء والملح. وهاي من بعد ما كملت غطستها 5 دقائق خليتها هيك نقعتها تنقيع خطيه طير هيك كان واجد حتى ضعف خطيه. المهم نقدنا من الموت يعذرنا بعد اخوان. بالنسبه للماي والملح يعتبر معقم للجروح وبنفس الوقت يبني الاوعيه الدمويه والشعيرات بسرعه، يعني كلش مفيد. انا انجرح عده طير قلت خلاص هذا راح يعيد بصبعه وهو مجروح، قبل خليته بالماي والملح رجع طاب، يعني ثاني يوم حتى جرح رايح. فكلش مفيدة هاي، إذا صارت عندكم الماي والملح للجروح كلش مفيد، كلش بشكل كلش ضروري تستخدمونه، أحسن من أي شيء تخلونه. وهاي العصارة خلي أشوفكم إياها أنت، روح حبيبي بعد روح. إنها الحرية يوم مر ما رجل خطير، عرفت السبب إخوان؟ هذا مو زواج اثنين ورا التلقيح، بسبب التلقيح كل ما أعتقد تتعور رجلة تتعور رجلة، اللي شم الآن ورمت بسبب التلقيح، من صعد على النثاية اذا الاثنين ورمت الان بعد كبرت على رجله وهاي ضاقت الحلقة فاندمر. المهم هاي العصارة اخوان، هاي شوفوها انا صورتها لكم بالفيديو، ما ادري ما صورتها، هاي شوفوها شلون تقرونها. هاي العصارة للجروح للقرصات مال البيق لاي شيء بالجلد، جايبها وعلي شلون جاي ياكل برجله توجع خطي، بس ما عليش ان شاء الله يطيب بعد عبر مرحلة الخطر. واكو عصارة ثانية اخوان نيستغرام اسمها، هذين اثنين بشري اخوان مال جلدية بشري. فنختم وياكم الفيديو، لا تنسونا بدعم لايك اشتراك فعل زر الجرس في امان الله.